مشاهدينا متابعينا الكرام، نحن وإياكم في يوم من أيام دور الـ16 من بطولة صاحب السمو الملكي. الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود المذي 12 معي الآن في هذه اللحظات، استضيف مدرب ورئيس الندوة العالمية عبادي عبد. في بداية نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم ويحيي الجميع، وإن شاء الله ربنا يوفقنا اليوم ويوفق الجميع يا رب إن شاء الله. بما أنك مدرب فريق الندوة العالمية، حدثنا قليلا عن استعداداتكم لهذا اللقاء من أمام حامل اللقب وحامل النسخة الماضية شباب الربيع أو أساس الربيع. والله إن شاء الله بإذن الله جاهزين للمباراة دي. مباراة خروج مغلوب يحتاج لها تركيز ويحتاج لها هدوء، وإن شاء الله بإذن الله الشباب جاهزين، وبإذن الله بإذن الله نعدي المرحلة دي بإذن الله. أيضا حدثنا قليلا عن مشواركم في الأدوار التمهيدية. والله الحمد لله المشوار كان صعب صراحة، يعني بدينا متعثرين شوية كده، أول مباراة تعادل، ثاني مباراة هزيمة، ثالث مباراة هزيمة. الحمد لله مع المباريات، يعني المباريات حبة حبة كده، شباب حسوا بالمسؤولية، قدموا مستوى من مباراة لمباراة، المستوى متطور، والحمد لله في روح في حماس بإذن الله. هذا الشيء اللي كنا إيش نبغاه، الحماس، والحمد لله العيال حسوا بالحماس، وبإذن الله اليوم بإذن الله نقدم مباراة حلوة ترضي جميع المشاهدين بإذن الله الحاضرين بإذن الله. إذا نشكر الكوتش عبادي مدرب فريق الندوة العالمية على هذا اللقاء، ونتمنى التوفيق لفرقتك ولجميع الفرق المشاركة في هذه البطولة. الشكر لكم ولقناة بازيدان، المعذرة منكم إن شاء الله بإذن الله بعد المباراة بإذن الله.